السلام عليكم. من التحركات الميدانية على التلال المحيطة بمعبر الدحي بتعز إلى التحركات الحقوقية في جنيف، خطوات يعدها متابعون مهمة نحو التحرر من الحصار والانتهاكات التي ألحقت الأذى بالأرض والإنسان منذ الانقلاب. تؤكد الأخبار الواردة من تعز أن التحركات الميدانية للجيش الوطني والمقاومة باتت قاب قوسين أو أدنى من فك الحصار عن المدينة ابتداء من المعبر سيء الصيت. معبر الدحي كان نقطة سوداء بحق مدينة ومئات الآلاف من محاصرين فيها، وهي المدينة المفتوحة للجميع، ليس لشيء سوى لانحياز المدينة وأبنائها الدائم والواضح إلى الحرية وإلى الذات اليمنية الحضارية. في المقابل تمضي التحركات الحقوقية في جنيف لبدء نجاح ملموس بعد اللقاء الذي تم بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. خرجت اللجنة موعودة بدعم فني وتقني في سبيل توثيق وحصر الانتهاكات لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها حصار تعز. هذا التزامن على الصعيد الإنساني والتطورات الميدانية يؤمل أن يحدث فارقا في فك الحصار عن تعز. وفي حلقة اليوم من المساء اليمني سنحاول الإجابة عن التساؤلات التي يطرحها هذا التزامن. فما هي آلية هذه اللجنة؟ وما هو الدور المتوقع منها؟ وما هي آخر التطورات الميدانية في الجبهة الغربية بتعز؟ وما هي القيمة الرمزية لمعبر الدحي؟ وما يعني إنهاء تواجد الحوثيين فيه؟ يجيب ضيوف الأكارم على هذه التساؤلات، لكن بعد متابعتنا وإياكم لهذا التقرير. من منفذ الدحي إلى جنيف، انتصارات ميدانية وأخرى حقوقية، كلاهما يعدان نصرا إنسانيا كما يقول أبناء المدينة المحاصرة. تحرر منفذ الدحي الذي كان يصفه أبناء المدينة بمعبر الموت من سطوة الميليشيا. المعركة هذه المرة أكثر تنظيما وأبلغ أثرا. الدحي سيروي للضمير الإنساني قصصا مرعبة عن مقايضة الميليشيا لحياة الناس وكرامتهم باسطوانة غاز وحزمة خبز وعلبة دواء. الأنباء الواردة من هناك تقول إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أحرز تقدما في الجبهة الغربية من مدينة تعز، وتمكنت من فرض سيطرتها على مواقع وتلال عديدة، منها تبة الأريل ووادي عيسى وتبة الخوعة باتجاه الدحي. تقول المعلومات الواردة إن تعزيزات للمقاومة من مناطق عدة مستمرة في محاولة لفك الحصار عن المدينة، إلا أنه وبحسب معطيات ميدانية فإن السيطرة على منفذ الدحي يعد نصرا لكنه لا ينهي الحصار. فك الحصار يحتاج للسيطرة الكاملة على حي الجامعة وصولا إلى نادي الصقر والسجن المركزي للالتحام بجبهتي الضباب والدحي، فذلك وحده من يكفل كسر الحصار عن المدينة ويضمن إمداد المدينة بالمواد الغذائية والوقود والمستلزمات الطبية. بالتوازي مع ذلك وقع تقدم إنساني بجنيف أحرزته اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن عقب لقائها بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وعد بتوفير دعم تقني وفني للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، أبرزها الحصار المضروب على تعز والقصف الممنهج على سكانها. فحصار تعز في مقدمة القضايا التي سيتم النظر فيها، والتي تحولت لساحة معركة بين الحياة والموت، وتعرض سكانها لشتى أنواع الإهانة وصنوف التعذيب. بعد 9 أشهر من محاولة العبور من المعابر المقفلة، يبدو أن اليمنيين يتعلمون بخبرة وطنية وتاريخية كيف يقاومون صنوف الأذى ويفكون الحصار ويقاومون الميليشيا يوما بعد آخر، وهو ما يحمل وعدا بالتحرير الكامل بعد أن طال أمدها وكثرت وعودها. إذن مشاهدينا الكرام، تنضم إلينا الآن الأستاذة إشراق المقطري، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان من جنيف عبر سكايب. مساء الخير أستاذة إشراق. مساء النور. أستاذة إشراق، حدثينا بداية كيف تركتم تعز من الناحية الإنسانية؟ تعز كما يعلمها الجميع بأنها مدينة تتعرض للعديد من الانتهاكات منذ قرابة عام، وبالتالي لم يتغير الحال وقد قارب الانتهاء مدة عام كامل، وهي ما تزال ترزح تحت وطأة تلك الانتهاكات. طيب، يعني الأخبار الواردة من تعز اليوم تتحدث عن
تحرير معبر الدحي، هل هناك يعني إمكانية أن يكون هذا التحرير بداية لفك الحصار عن المدينة والتخفيف من معاناة الناس التي يعني تتناقلها وسائل الإعلام، ومن الواضح أنها تمثل ثقل كبير على الضمير الأممي بشكل عام؟ في اعتقادي أن ربما أكثر يعني جريمة أو انتهاك يطال الأبناء المحافظة هو مسألة التجويع ومسألة الحصار الخانق الذي يطال المدنيين، مثل هذا الحصار الذي وصل أثره وتأثيره على كافة الشرائح في محافظة تعز من الأطفال والنساء والمدنيين على وجه بشكل عام. بالتالي فإن أي فك لهذا الحصار سوف يؤدي إلى بدء المواطنين يتنفسوا الصعداء والبدء في مسألة الوصول إلى الخلاص من تلك الانتهاكات. نعم، طيب أستاذ إشراق، ننتقل الآن من هذه النقطة تحديدا من الجانب الإنساني إلى الجانب الميداني. ينضم إلينا الآن أحد قادة المقاومة بتعز، الأستاذ محمد أحمد النقيب. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير أخي. أستاذ محمد، ماذا تعني السيطرة على معبر الدحي؟ السيطرة على معبر الدحي وتبت الخوعة تعني الإطلال المباشر على بير باشا وجامعة تعز، بالإضافة إلى تلك السجاد التي تم السيطرة عليها وهي تبت الأرانب وتبت الإريال، والتي تعتبر بمثابة خط موازي، لأن هناك بعض الأخطاء التي كانت تحصل في الفترات الماضية أن يتم التقدم الغير متوازي، وبالتالي كان يحصل التهاب من قبل الميليشيات الإجرامية ويحصل تراجع في بعض الأحيان، وقد استفادت قيادة المقاومة من الأخطاء السابقة، وهي اليوم تسير على خطة مدروسة ومحكمة من خلال التقدم المدروس والمتوازي. طيب أستاذ محمد، ما الذي سجد اليوم في المعبر، في منطقة المعبر والتلال المحيطة فيه؟ أستاذ محمد، أقصد يعني تحدث عن أو سؤالي هو ما الذي تم اليوم وما هي المسجدات حول المعبر والتلال المحيطة فيه؟ تم السيطرة على العديد من التلال، ومنها تبت الخوعة التي هي مطلة على معبر الدحي، هذا المعبر الذي أذاق أبناء تعز الويلات، بالإضافة إلى تبت الخو الإريال وهي المطلة على شارع غدة والحصن من الجهة الغربية، وتم تطهير تبت الأرانب المطلة على البعرارة، وتقدم أفراد المقاومة بالدحي إلى النقطة التابعة للميليشيات من جهة الحصن وسيطروا عليها، وهم وصلوا الآن إلى ما كان سابقا يسمى مستشفى تعز، والمعارك الآن دائرة على أشدها والتقدم مستمر والانتصارات متوالية، وأبناء تعز بمختلف أطيافهم اليوم يصطفون خلف المقاومة الشعبية ويريدون أن يصححوا الأخطاء. هناك أخطاء تاريخية تعايشنا معها، ومنها العيش مع هذه الجراثيم التي انتشرت وتفشت في الجسد اليمني وأرادت أن تنزع روحه. اليوم الشعب اليمني بمختلف أطيافه والمعبر عنه أبناء تعز بأن تعز أخي الكريم ليست جغرافيا، تعز هي هوية جامعة، تعز هي مشروع وطني، فكل الناس في فكل اليمن في تعز وتعز في كل الوطن. طيب أستاذ محمد، تعز إنما كل أستاذ محمد، ما الذي يمكن أن يسهم في يعني ما الذي يمكن أن يساهم به رفع الحصار أو يعني السيطرة على معبر الدحي في عملية رفع الحصار عن المدينة بشكل عام؟ هي خطوة ليست، لا يعني السيطرة على معبر الدحي فك الحصار، وإنما هي تأتي كخطوة ضمن خطوات متتابعة، لأن هناك سلسلة من الاستباب المتتابعة التي تلي تبدأ الاستباب التي تم السيطرة عليها، ومطلوب من المقاومة تكثيف الضربات والاستمرار بالزحف وصولا إلى بير باشا ووصولا إلى المناطق التي تليها حتى تلتحم بجبهة الضباط. هناك تفاصيل كثيرة لا ينبغي إبداءها في وسائل الإعلام، وهناك تعليمات تمنع تداول بعض المعلومات، لكن أقول إجمالا هناك خطوات عملية بناء على خطط مدروسة لفك الحصار عن تعز مهما كانت الكلفة
ومهما كان الثمن، لان ابناء تعز ذاقوا الامرين جراء على هذا الحصار الظالم، هذا الحصار المقلب، هذا الحصار الذي قطع الماء والدواء، واذا استطاع وكان بامكانه ان يقطع الهواء عن ابناء تعز لقطعه كما قال المشرق في جنيف. هؤلاء حاقدون على 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 الشعب اليمني وتعز بالذات ارضا وانسان، هؤلاء هويه تكتيكيه وابنه تريد ان تدفئ تلك الانوار المشعه التي مصدرها تعز تاريخيا، وتريد بضلالنا ان تدفئ تلك الانوار، الا ان تعز بمختلف ابنائهم نعم هذا العدوان بصمودهم 11 شهر، وهم اليوم يكسرون الحصار ويشكلون في جميل التاريخ انتصار. أشكرك شكرا جزيلا أحد قادة المقاومة الأستاذ محمد أحمد النقيب، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، ونعتذر للسادة المشاهدين عن رداءة الصوت من المصدر وهي المدينة المحاصرة تعز. أعود إلى الأستاذة إشراق المقطري. أستاذة إشراق، إذا يعني ما بدأنا بالحديث عن جانب حقوقي أكثر وعن التحركات الحقوقية المهمة التي تحدث في جنيف ولقاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان مع المفوضية السامية، ما هي أبرز نتائج هذا اللقاء؟ ربما حرصت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان الوصول إلى جنيف بهدف التعريف بهذه اللجنة كونها آلية وطنية مهمتها التحقيق في كافة الانتهاكات التي طالت المواطن اليمني منذ العام 2011 وحتى هذه اللحظة، جميع الانتهاكات التي مست الحق في الحياة والسلامة الجسدية، إضافة للانتهاكات التي مورست بشكل منهجي وثابت ونمطي مثل عملية التجويع والحصار والتعذيب والاعتداء واعتقال الصحفيين والإعلاميين والقانونيين والمحامين. مثل هذه الزيارة في اعتقادي هي كانت جدا مهمة وكانت بالفعل مثمرة. تم مقابلة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاتفاق على آلية العمل المستقبلية ما بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبين اللجنة، الهدف منها تنفيذ المفوضية لدورها الذي أعطاه إياها مجلس حقوق الإنسان في الدورة السابقة، وهي تقديم الدعم الفني والتقني للجنة الوطنية لتقوم بدورها على أكمل وجه. أيضا اللجنة قابلت اليوم رئيس البعثة الهولندية والمملكة الهولندية في جنيف، ومعروف أن هولندا لها الكثير من تدخلات حقوق الإنسان في اليمن، وبالفعل أيضا أكدت البعثة بأنها يعني تقوم وتشجع وتثمن دور اللجنة بأنها تقوم بدورها التاريخي والوطني في مثل هذه المرحلة التي تهدف إلى ضمان عدم إفلات الجنات من العقاب وضمان أيضا الوصول إلى الحقيقة لكي يشعر المواطنين اليمنيين بأن كل من طالهم أو كل من قام وتسبب في عملية قتلهم وحصارهم أو المساس بحقوقهم وحرياتهم المدنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية تم بالفعل مساءلته، وضمان بأن تكون هذه المساءلة وهذا التحقيق وفق أعلى مستويات أو أعلى المعايير المتوائمة مع المعايير المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. طيب أستاذ إشراق، يعني ما عدنا إلى لقائكم بالأمس مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، هذا لقاء بحسب ما فهمنا كان يهدف إلى التفاهم حول أطر العمل والتعاون، ما هي تلك الأطر؟ ربما قرار مجلس حقوق الإنسان في الدورة السابقة الذي أعطى هوية وأعطى مهمة أيضاً توصيف للجنة بأنها أيضا ذات موافقة وذات تأييد دولي، إضافة إلى الأهم هو القرار الرئاسي الجمهوري الوطني الذي قام بتشكيلها تنفيذا لالتزامات الحكومة اليمنية أو عفوا الجمهورية اليمنية إلى المجتمع الدولي ولمطالب مجلس حقوق الإنسان السابقة وتوصياته في العام 2011 و2012. هذا الاتفاق المبدئي على مسألة الدعم سوف ينعكس بإذن الله يوم غدا، وفي أيضا جدول راح يتم مجمع فيما بين اللجنة وبين المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول أشكال وأنواع هذا الدعم المتمثل بالطبع
في رفع قدرات الفريق الميداني التحقيق، فريق الميدان التحقيق المتواجد في كافة محافظات الجمهورية اليمنية، إضافة إلى بقية الموظفين، دعم هؤلاء في الجانب التقني الفني، رفع القدرات. هذا ما سيتم عليه إن شاء الله غدا. معنا لقاء هو يعتبر الأهم، هو مقابلة المفوض العام حقوق الإنسان، والذي هو يعد الأداة منظمة متحدة في حماية حقوق الإنسان، وهي جهة أعطيت مسألة تعزيز حقوق الإنسان في المجتمع الدولي. طيب، يعني من أهم النقاط التي وردت ربما هي الحديث عن أو المعلومات عن لقاء أو عفوا عن معلومات عن آلية وطنية مستقلة تهدف إلى التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان. هل حدثتنا عن هذه النقطة تحديدا؟ ربما هي هذه الآلية، يعني موضوع اللجنة الوطنية كان بالنسبة لليمنيين خصوصا بعد أحداث 2011 كان حلم وطموح الكثير من المناضلين في حركة حقوق الإنسان، لا سيما بعد دورات طويلة من العنف والانتهاك الذي طال اليمنيين وأدى إلى إفلات العدد من الجنات وعدد من المتسببين ومرتكبين تلك الانتهاكات. فهذه الآلية الوطنية، والتي هي تعتبر أول خطوة من خطوات آلية الحماية القانونية المرحلة الأولى، بالتالي فإن ربما الحماس والتأييد الذي وجدته أو لاقته اللجنة من قبل المجتمع الدولي والبعثات ومن قبل المفوضية وغيرها، والإيمانهم ويقينهم أنه لن يستطيع أو لن يكون بمقدور أي لجنة أخرى تقديم بالفعل تحقيق ميداني قريب يستطيع أن يصل إلى كافة الضحايا. هذه الآلية المتمثلة باللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أعضائها جميعا أخذوا على عاتقهم مسألة مناقشة والتحقيق في بشكل عالي ومستوى عالي وفق معايير حقوق الإنسان في التحقيق في كافة الانتهاكات كجزء من مسؤوليتهم الوطنية والأخلاقية، وجزء أيضا من إيمانهم بأن مثل هذه الانتهاكات يجب أن تكون أو تناقش على المستوى الوطني. طيب، تفضل بالبقاء معنا أستاذة إشراق. ينضم إلينا الآن المحامي توفيق الشعبي معنا، أو المحامي، نعم، من تعز ينضم إلينا الآن. مساء الخير أستاذ توفيق. يا مساء النور، أهلا وسهلا، حياكم الله. أستاذ توفيق، إذا ما تحدثنا عن اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، ما هو المطلوب منها عمله الآن؟ اللجنة كان يقتضي الأمر عليها أن تباشر عملها في الميدان، كان منذ قرار التسمية والتشكيل أن يوفر لهذه اللجنة كل الأمور والمتطلبات اللازمة لمباشرة عملها بعملية التحقيق وبدء إنشاء لجان راصدة ولجان استقبال للبلاغات وشكاوي ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. كون ما ستباشره هذه اللجنة يرتبط بالانتهاكات المتعلقة بادعاءات الانتهاكات من 2011، والقرار الأخير من مجلس حقوق الإنسان أعطاها حق بتوسيع صلاحيتها لتشمل ادعاءات الانتهاكات حقوق الإنسان وخروقات القانون الدولي الإنساني خلال هذه السنة 2015. وبالتالي يتوجب أن العمل الميداني أن تسعى اللجنة بأقرب وقت إلى سرعة ترتيب فرق وتشكيل لجان استقبال البلاغات والشكاوي ورصد، وآلية واضحة يتمكن من خلالها الضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وادعاء الانتهاكات تقديم الشكاوي وتوثيق كل ما يمكن توثيقه بآلية قانونية ووسائل تقنية بالتساعد مع الراصدين بالميدان ومنظمات المجتمع المدني العاملة في الرصد والتوثيق، لأن العمل عمل كبير جدا ويقتضي فريق وخبراء وفنيين في الجانب الرصد والتوثيق وجانب العمل القانوني الميداني، وآلية واضحة يتمكن من خلالها الضحايا الوصول إلى هذه اللجنة لتقديم بلاغاتهم وشكاواهم ضد أي انتهاك، ليسهل باعتبار الآن هذه اللجنة هي الجسم الوطني المخول قانونا ودستورا
سلطة التحقيق في هذه الادعاءات وهذه الانتهاكات واتخاذ اللازم بشأنها. طيب يعني كيف يمكن أن يعني أن تقدم الأسر المتضررة من انتهاكات حقوق الإنسان بملفات إلى هذه اللجنة؟ هذه وفق آلية يمكن أن يتم وضعها بالتشاور مع خبراء فنيين على المستوى الوطني والمستوى الدولي بمساعدة تقنية وفنية من مفوضية مكتب مفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن إما تشكيل لجان في المحافظات التي تعرضت أو تعرض الضحايا فيها لكثير من الانتهاكات ووضع آلية شفافة بما يتعلق باستمارات تقديم شكوى وبلاغ وما هي المتطلبات اللازمة إرفاقها بالشكوى والاستعانة بالمحامين والمحامون والناشطون العاملين في هذا المجال ليكون هناك أداة أو آلية يمكن اللجوء إليها لاستقبال مثل هذه الشكاوي والبلاغات. نحن الآن مع الشلل أو تعطيل الأجهزة المؤسسة العدلية والقضائية في اليمن لابد أن تسرع هذه اللجنة إلى استكمال هيكليتها الإدارية والتنظيمية والبدء بالعمل في الميدان لتلقي ملفات وبلاغات وشكاوي الانتهاكات المقدمة سواء من الضحايا أو من المنظمات حقوق الإنسان والمنظمات المجتمع المدني التي عملت بهذا الإطار. وهل هناك أستاذ توفيق يعني ملفات كاملة وجاهزة حول هذه الانتهاكات لدى منظمات المجتمع المدني العاملة في تعز وأماكن الاختراقات الأخرى أو الانتهاكات الأخرى؟ بالتأكيد هناك وقائع وقضايا تم توثيق رصدها وتوثيقها بطريقة قانونية وسليمة في 2011 أو الآن في أحداث 2015. البعض قد يكون تعتريها القصور ولكن القصور في المستمسكات والوثائق وبعض الأدلة أمر يتوقف على الوضع الذي نعيشه. مثلا على سبيل المثال تقارير الطبيب الشرعي لضحايا الانتهاكات في 2015 لا يوجد تقارير طبيب شرعي في الفترة الأخيرة بسبب غياب الطبيب الشرعي وعدم قدرته وقدرة النيابة على ممارسة مهامها، لكن يستعاض عنها بأدلة قانونية ووثائق أخرى تؤدي نفس الغرض وتؤدي نفس الهدف والغاية كإثبات على واقعة الانتهاك، الإفادات، الشهود، الأشياء المادية، كثير الأدلة والوثائق التي يمكن الاستدلال أو الاستئناس بها وفق آلية التحقيق الوطنية ذات البعد الدولي فيما يتعلق بجرائم انتهاكات سواء ضد الجرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات القانون الدولي الإنساني أو الاعتداءات على المدنيين. أشكرك شكرا جزيلا المحامي توفيق الشعبي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. أعود إلى الأستاذة إشراق المقطري ضيفتنا عبر سكايب من جنيف. أستاذة إشراق، يعني ما هي المتطلبات أو متطلبات تقديم هذه الملفات إليكم أنتم في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وهل بدأتم فعليا في استقبالها؟ أولا أؤكد على ما قاله زميلي توفيق الشعبي من تعز بأنه بالفعل مثل هذه الخطوات أو الإجراءات السريعة في استقبال الشكاوى والبلاغات سواء من الضحايا أو من غيرهم هي من خطوات العمل الجادة، وهذا ما قامت به اللجنة الوطنية منذ بدء عملها الفعلي مع بداية يناير 2016، حيث بالفعل تم تشكيل فريق رصد وتوثيق ميداني في جميع محافظات الجمهورية بدون استثناء يقوم بعملية الرصد والتوثيق والتحقيق أو التحقق بمعنى أصح، إضافة إلى تشكيل فريق تحقيق فني
الفني يقوم بعملية التفحيص والتدقيق للوثائق ومرفقات تلك الشكاوى والبلاغات. هذا الفريق الذي حريصين بأن يتم أو يحصل على رفع القدرات في آليات ومعايير وطرق التحقيق الدولي في انتهاكات حقوق الإنسان وفق لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وهنا من خلال ربما صوت أو منبر قناة بلقيس وغيرها من القنوات أيضا الفضائية اليمنية الوطنية وأيضا القنوات الخارجية بأننا بالفعل فاتحين جميع قنواتنا لاستقبال مثل تلك البلاغات والشكاوى سواء عبر تقارير منظمات المجتمع المدني المحلية التي سوف يتم التحقق من دقة تلك المعلومات واستفصال بياناتها وإضافة إلى تقارير المنظمات الدولية العاملة في مجال الرصد والتوثيق وفي مجال أيضا حماية حقوق الإنسان. لكن ربما القناة الأساسية والرئيسية التي نتمنى أن تتفاعل مع آليات اللجنة هو الضحايا في كافة محافظات الجمهورية اليمنية من الذين طالهم الانتهاكات في من كافة أنواعها من جميع الأطراف ومن أشكال أنواع الانتهاكات. بالتالي كما ذكر زميلي وكما ذكرت أيضا أنت بنؤكد مثل هذه الآليات بالفعل تم البدء وتم استقبال عدد كبير من التقارير وعدد من البلاغات. طرقنا في مسألة الوصول إلى الضحايا أو الوصول إلى المعلومات هي إضافة إلى وجود فريق ميداني في كل المحافظات حرصنا أن يكونوا من أفضل العاملين الذين لديهم خبرة قانونية وخبرة رصدية ومن الذين سبقا عملوا أيضا في المجتمع المدني في مجالات حماية الطفل وحماية المرأة وحماية المدنيين بشكل عام ولديهم مفاهيم حول مبادئ حقوق الإنسان. الطريقة الأخرى أيضا أن اللجنة الوطنية قامت بإطلاق موقع إلكتروني للجنة الوطنية يستقبل أيضا حالات الشكاوى والبلاغات من المواطنين. أيضا مسألة عمل استمارة خاصة بالضحايا والشهود هي مرحلة أو خطوة أيضا من خطوات الحصول على بيانات ومعلومات بخصوص الضحايا. سنستقبل الأستاذ إشراق الحديث عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، لكن قبل ذلك أذهب وإياكم والسادة المشاهدين إلى هذا الفاصل القصير، نعود بعده لاستكمال النقاش. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، عودة إلى الضيفة الأستاذة إشراق المقطري عضو اللجنة الوطنية لتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان معنا عبر السكايب من جنيف. أستاذة إشراق، إذا ما تحدثنا عن الفترة التي يعني سيشملها الانتهاكات، تحدثتم أن الفترة هذه ستمتد من 2011 إلى اللحظة هذه، هل هذه الفترة التي شملها قرار مجلس حقوق الإنسان؟ هي هذه الفترة الزمنية التي شملها القرار الرئاسي وليس قرار مجلس حقوق الإنسان. قرار التشكيل هذه اللجنة هي قرار رئاسي وطني، والفترة التي وضعها هذا القرار هي من العام 2011 وحتى أن تبسط الدولة نفوذها على كافة نواحي الجمهورية، وأعطى أيضا تحديد بأن تشمل كافة أنواع انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت المواطن اليمني سواء وقت الحرب. نعم أستاذة إشراق. نعم طيب، يعني إذا ما تحدثنا عن القرار الذي يعني خرج به مجلس حقوق الإنسان، هل يوفر الدعم لكم إلى كافة أو عفوا ما أهم جسور يعني التعاون والدعم التي سيقدمها هذا القرار؟ ربما ما أخر عمل اللجنة الوطنية هو بأن مثل هذا الدعم الذي كان مأمول أن يتم مبكرا تأخر كثيرا، وتلك ربما من الصعوبات التي واجهتها اللجنة مع بداية تشكيلها إضافة إلى الصعوبات الميدانية. لكن ربما اللجنة لا تحتاج إلى دعم سوى الدعم كما ذكرت الفني في عملية توفير خبراء في القضايا العسكرية الطبية
أيضا رفع قدرات أيضا العاملين الميدانيين في طريقة التعامل والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، تصنيف أيضا القضايا، كل هذا الدعم الفني المتمثل في تحسين أداء ومستوى أيضا وجودة التقارير، هذا هو المأمول أن يقدم من المفوضية، وهذا ربما من ضمن مدخلات واتفاقات العمل الذي سوف يتم مناقشتها غدا، وفي أيضا وفق جدول مزمن سيتم تناوله بإذن الله. نعم، طيب ينضم إلينا الآن أستاذ إشراق الكاتب والكاتب والصحفي الأستاذ فهد سلطان معنا عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ فهد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أستاذ فهد، أنتم يعني ما هو دوركم كناشطين في تسجيل الانتهاكات التي حدثت للأهالي في تعز ونقلها إلى هذه اللجان الوطنية في أو إلى اللجنة الوطنية في ادعاء للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان في اليمن؟ كان هنالك توثيق، ولكنه كان توثيق بسيط من قبل المواطنين انفسهم ومن قبل بعض الناشطين الذين كانوا في تلك القرى، وان كان التوثيق لم يكن بالطريقه يعني بالطريقه المناسبه او الطريقه يعني حديثه. هناك عدد من الانتهاكات التي مورست في عدد من القرى، وخاصه في ريف صدر، ابتداء من منطقه سعابات الى منطقه السيام الى منطقه المرزوح الى قراضه الى منطقه الشير الى منطقه الشرق في اعالي جبل صبير. انا اتحدث الان عن مديريه يعني صبير الموادم في جبل صبير المنتسب لمحافظه تعز. هذه المناطق تعرضت لقصف منهجي وقصف كبير وشنيع من قبل جماعه الحوثي. كان هنالك لكن استاذ فهد انت تتحدث الان عن مناطق تكاد تكون خارج المدينه او في ريف المحافظه ان صح التعبير. هذه المناطق هي اقرب المناطق الى محافظه تعز، هي بنفس هي اقرب المناطق الى محافظه تعز، لا تفصلها سوى من 5 إلى 6 كيلومتر في كثير. يعني هذه هي مناطق تسمى ريف لكنها في عمق المدينه او في وسط المدينه. يعني مثلا منطقه سعابات الاثريه والتاريخيه لا تبعد الا اقل من 700 متر عن المستشفى العسكري في وسط مدينه تعز. طيب استفاد يعني اذا ما تحدثنا عن تقييمكم ل يعني مجلس حقوق الانسان والاتفاقات التي توصل مع اول الاجتماع الذي حصل مع اللجنه الوطنيه للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان التي حدثت في اليمن، ما هو تقييمكم العام لها؟ هناك حديث الان ان هنالك اجتماعات تم خلال الفتره القليله الماضيه، لكن حتى الان هذه بوادر طيبه. نتمنى ان تنبثق عنها عمل منظم، ان يكون هنالك زياره ميدانيه الى تلك القرى وتوثيق تلك الجرائم بصوره مباشره. مثل هذه الخطوات تدعم وتشتم وتشقد تلك الجهود التي تقام حتى الان، لكن حتى الان نحتاج الى ان يكون هنالك زيارات ميدانيه وزياره تلك المناطق. هذه المناطق هناك فيها كثير من الانتهاكات لم تصل اليها وسائل الاعلام حتى الان، لم تسلط عليها الاضواء بشكل كبير. بل هنالك منطقه كان اليوم موقع العربي الجديد قد اثارها، هنالك مجاعه في منطقه المطرف وهي محاصره بشكل كبير من جميع المناطق، هنالك مجاعه بسبب النزوح وبسبب انها تعرضت للقصف اكثر في خلال الفتره الماضيه بشكل كبير. طيب تفضل بالبقاء معنا أستاذ فهد. أعود إلى الأستاذ إشراق المقطري. أستاذ إشراق، يعني إذا ما تحدثنا عن الانتهاكات التي تقع في الأرياف وكذلك في المناطق التي يصعب الوصول إليها، كيف ستقوم اللجنة بحصر هذه الانتهاكات؟ ربما أؤكد على ما قاله الزميل فهد بأنه حصل نوع من الوعي لدى المواطن اليمني، لا سيما المواطن في محافظة تعز، في مسألة البوح والتوثيق ما يطاله من انتهاك وما يطاله من مساس في حقوقه وحرياته وكرامته. بالتالي فأني بوجهة نظري بأن القناة الرئيسية والمباشرة وصاحب الحق الرئيسي والأصيل هو المواطن الذي تعرض مثل هذه الانتهاكات، وهو المعني بدرجة أولى في مسألة إيصال صوته والمطالبة بحقه، وربما اللجنة الوطنية لتحقيق ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان هي القناة التي من الممكن أن يصل لمثل هذه الحق. اللجنة لديها كما ذكرت آليات معينة في مسألة الوصول إلى كافة الضحايا سواء كان في الريف. ما هي هذه الآليات؟
وجود راصدين في محافظات، الراصد الذي متواجد في مثلا في محافظه عز لدينا قرابه 4 راصدين، فالراصدين ليس مهمتهم فقط تجميع البيانات والوثائق والانتهاكات فقط في داخل المدينه، انما في كافه مديريات المحافظه سواء في الريف او في المدينه، اضافه الى فريق تحقيق سوف يقوم بعد ذلك بالتاكد و التفحيص والتدقيق لمصداقية ولجسامة تلك الانتهاكات. طيب متى سيتم تكليف الفريق أستاذ إشراق؟ ماذا؟ متى سيتم تكليف هذا الفريق؟ الفريق متواجد حاليا في الميدان، لكن كما ذكرت ربما لم يتم الإعلان عنه في الجوانب الإعلامية، لكن هو متواجد بالنسبة لفريق الرصد متواجد ويقوم بعملية التوثيق وإرسال التقارير الأسبوعية إلى اللجنة. هذا الفريق تم تأهيله وتدريبه في نهاية الشهر الماضي في فبراير في محافظة عدن، واستمر التدريب قرابة 3 أيام. تم الاتفاق على نوعية الانتهاكات، على طريقة التحرك، وبالتالي هذا الفريق هو جزء من هذه المحافظة ولديه معرفة تامة بأنواع الانتهاكات وطريقة الوصول إلى المعلومة مع المواطنين. إضافة إلى ما كما ذكرت وجود الموقع أو موقع إلكتروني باسم اللجنة الوطنية للتحقيق ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أيضا يتيح للمنظمات الأخرى بأن تساعد المواطنين وأن تقوم أيضا بعمليات إرسال ما يخص من تقارير موصل إليها، وأيضا حتى للنشطاء ومناضلين حقوق الإنسان. وأيضا المواطن كما ذكرت الضحية بدرجة رئيسية. طيب أستاذ إشراق أرجو أن تبقي معي، أعود إلى الأستاذ فهد سلطان ضيفي عبر الهاتف. أستاذ فهد، يعني كيف يمكن أن يقوم الإعلام بدور توعوي لدفع الناس ومن يعني تم عمل انتهاكات بحقهم إلى تقديم ملفات وكذلك للمطالبة بحقوقهم؟ أولى تلك الخطوات هو أن يصل الإعلام، أن تصل وسائل الإعلام وخاصة المرئية إلى تلك المناطق وترفع عدد من التقارير بهذه الطريقة، على الأقل يستطيع أن تسلط الضوء على هذه المناطق التي تعرضت لانتهاكات احتمالية والإعلام، ودون أن تصل إليها المنظمات أو حتى شبكة الرصد التي قد تتواصل بشكل متدني وقليل في مناطق على مستوى محافظة كمحافظة الساحل. على الأقل يعني وصول الإعلام إلى هذه المناطق هي خطوة أساسية، يعني هي الخطوة الأبرز التي يمكن أن يكون عنها معاناة هؤلاء الناس. طيب إذا ما تحدثنا عن دور يعني المجتمع المدني أو المجتمع المؤثر في، يعني هناك لاحظنا كثير من الحملات الإلكترونية التي حصلت سابقا للتوعية بهذه الحقوق وهذه الإمكانات لتقديم الملفات، هل من حاجة إلى أو حاجة ماسة متواجدة حاليا لعمل المزيد من هذه الحملات إعلاميا للضغط ربما وللمساهمة في إيصال هذا الصوت؟ الحملات الإعلامية هي لا زالت محصورة في المدن، لا زالت محصورة في العاصمة صنعاء أو في المدن الرئيسية في اليمن، في الرياض لا زالت بدائية. أنا على سبيل المثال خلال أسبوع كامل لم أستطع، يعني وأنا أتواصل معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أتواصل مع الشباب وناشطين داخل تلك القرى، استطعت أن أحصل على بعض الصور في عملية التوثيق، لأنه ليس عندهم خلفية في عملية التوثيق في يعني في اللحظة المناسبة توثيق الإصابة التي حصلت أو توثيق حتى المنازل التي تعرضت لقصف الدبابات وقصف المدافع. يعني عمل شاق كبير أن يتم التواصل مع هؤلاء المواطنين أو الناشطين الذين ليس لهم خبرة كافية أو خبرة سابقة في عملية التوثيق وفي استثمار اللحظة المناسبة لعملية التقاط الصورة من أجل عرضها على الرأي العام أو عرضها للجهات المختصة. كما قلت سابقا هذه المناطق لم تصل إليها يعني لم تصل إليها الراصدين من قبل، لم يكن هنالك توعية مجتمعية ولا توعية من قبل منظمات المجتمع المدني في هذه المناطق، وبالتالي تحصل كثير من الجرائم وتحصل كثير من الانتهاكات. ويعني على سبيل المثال هذه المناطق الآن 3 مناطق تعاني من الجوع، ولم يستطع هؤلاء الناس أن يوصلوا صوتهم أو أن حتى على الأقل أن تصل وسائل الإعلام لنقل المعاناة التي يعيشها. نعم، طيب أشكرك شكرا جزيلا الكاتب فهد سلطان، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. أعود إلى الأستاذ إشراق المقطري. أستاذ إشراق، يعني كان هناك جدل عن أن يعني وجود لجنة وطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان هو أمر غير كافي، وأن هناك حاجة إلى وجود لجنة دولية، ما هي المعايير التي تستندون عليها في تحقيق في إجراءات انتهاكات حقوق الإنسان؟
ربما كثير من القناعات التي تولدت لدى المهتمين بقضايا حقوق الإنسان بأن الآلية الوطنية هي المعنية بشكل رئيسي مباشر، كونها الأقرب إلى الأرض وإلى الميدان، وإضافة إلى معرفتها أساسا بخارطة انتهاكات حقوق الإنسان. ربما كانت سوء الفهم أو القلق الذي موجود لدى الآخرين بأن إمكانيات اللجنة لن تتيح بأن يتم التحقيق وفق معايير عالية ومعايير حقوق الإنسان. لهذا فكان التأكيد بالفعل والتوضيح بأن هذه اللجنة سوف تقوم في عملية التحقيق الوطني لكافة الانتهاكات، هذه سوف تكون وفق معايير حقوق الإنسان المتمثلة في الحياد والمهنية والموضوعية والاستقلالية. مرجعيتها كما ذكرت فيما يخص القوانين، فمرجعيتنا هي قانون حقوق الإنسان الذي يخص لا سيما الاتفاقيات الدولية التي ساقت عليها الجمهورية اليمنية، إضافة إلى القانون الدولي للإنسان الذي يتحدث عن حقوق الإنسان وحقوق المدنيين وغيرهم في أوقات الحروب مثل هذه. إضافة لا سيما بأن بالفعل أعضاء اللجنة المسماة أو المشكلة لديهم الكثير من الخبرات والكثير من التنوع في مجالات التعامل مع آلية الحماية الدولية طيب، يعني لحقوق إذا ما الإنسان. تحدثنا أستاذ إشراق، يعني هناك الكثير من الاتهامات على المجتمع الدولي بأنه يعني متهاون في الملف الحقوقي في اليمن. هل يعني بخلال عملكم أنتم وخلال لقاءاتكم مع مجلس حقوق الإنسان، هل لمستم تغيرا من هذه الناحية؟ حقيقة هو حصل كثير من التغيير، ربما كان يوجد سوء فهم أو مخاوف من المجتمع الدولي، لكن حاولت اللجنة إيصال صورتها ونواياها وأيضا مشروعها في مسألة تحقيق ذو جودة يضمن عدم الإفلات من العقاب، ويؤكد حقيقة دور اللجنة ونواياها في التحقيق في كافة انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت اليمين. بالتالي مثل هذه الرسالة ومثل هذا التوضيح لهوية وصلاحيات ومهام اللجنة، للصلاحيات الواسعة التي أعطيت وفق قرار التشكيل الرئاسي، وهي التي عكستها اللجنة في لائحة داخلية تنظيمية توضح طريقة وخطوات العمل. مثل هذا التوضيح أنا في اعتقادي أنه أزال الكثير من اللبس، وعلى المجتمع الدولي وما قام به بالفعل اليوم رئيس الوفد دكتور أبو بكر عوض بن صالح الذي رأس وفد اللجنة إلى جنيف، وضح بالفعل بأن طالب المجتمع الدولي بعمل أشكرك. اللجنة لأقرب فرصة لضمان الجيد والبدء الفعلي لهذه التحقيق، لا سيما ونحن مطالبين في تقديم تقرير قبل سبتمبر عامنا هذا. أشكرك شكرا جزيلا عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان الأستاذة إشراق المغطري، كنت معنا عبر السكايب من جنيف اليوم في حلقة هذا المساء أو المساء اليمني. إذا مشاهدينا الكرام، في ختام الحلقة نشكر جميع الضيوف الذين كانوا معنا، ونشكركم أيضا لحسن المتابعة والإنصات. تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمن، وتحيات بقية أفراد طاقم العمل التحريري وكذلك الفني. إلى اللقاء.